قال الله عز وجل: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، والمراد به ماء المطر، فأخرج به أي بسببه من الثمرات، جمع ثمرة، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يقول بعض العلماء كما قال هذا ابن الأسلام في زبده: إن الرزق يطلق على كل ما ينفع، سواء كان من يكمل محال أن تأتوا بها. الرزق يطلق على كل ما ينفعك، سواء كان حلالا أو حراما، حراما أو حلالا، من حيث ماهية اللغة يسمى رزق. يرزق من يشاء ومن شاء أحرم، والرزق ما ينفع وإن محرم. ماذا قال؟ يرزق من يشاء ومن شاء أحرم، يعني منعه. والرزق تعريفه: والرزق ما ينفع ولو محرم، والمعنى ولو كان محرما. لماذا قالوا هذا؟ قالوا: الآن لو أن إنسانا منذ أن بلغ وهو يسرق وينهب ويأكل حراما حتى مات، فهو حرام يعاقب عليه إثم، لحم بني على السحت، النار أولى به، هذا لا ارتياب فيه، لكنه انتفع بهذا فبقي حيا حتى مات، فهذا يسمى رزق. إن قلت إن هذا ليس برزق، فأنت من لوازم كلامك أن له رازق غير الله، وهذا محال، وأنت لا تقول به. هذا الذي جعلهم يسمون الرزق كل ما ينفع، فرق ما بين كل ما ينفع وكل ما يجوز، فرق بين كل ما ينفع وبين كل ما يجوز. هذه قد تتردد أنت في قبولها، لكن إن شاء الله مع تعلمك العلم تقبلها.